السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وعواشركم مبروكه ومسبقا عيد مبارك سعيد. غنشارك معكم هذا البسكوي اللي بغى يديروا العيد. المقادير ديالو بسيطه، اللي غنحتاج فيه ربعه ديال الزبده كما كتشوفوا، غنقص منها ثلاثه المعالق كبار، ماشي ربعه كامله غندير، يعني ثلاثه المعالق عامرين كبار، اللي غتقول تقريبا النصف ديالها صافي. وغادي ناخد كاس ما عامرش ديال سكر سنيده، ممكن ديرو سكر كلاصي، سكر ثقيل كتجي احسن. الا كانت سنيده عندكم رقيقه ديروها، انا السنيده ما كانتش رقيقه بزاف، درت سكر كلاصي، مهم لكم الاختيار اللي متوفر عندي. هنايا ثلاثة ديال المعالق عامرين ديال حليب نيدو، عندي قبيصة الملح، عندي فانيا ساشي ديال 7 غرام، وبيضة واحدة، يعني راه اقتصادية بيضة واحدة. غادي نخلط دابا داك الزبدة والسكر والفاني والقبيصة ديال الملح والفلان كراميل، هذاك الصغير ديال درهم ونص، كاس لارب ديال زيت المائدة، وغادي نخلط هذيك العناصر كاملة حتى تجانس، يعني حتى كتطلق كيدوب داك السكر مع الزبدة حتى كتولي كريمي. طبعا الزبدة ما تكونش في الثلاجة باش كتعطيكم كتساعدكم على الخدمة، وانتوما كتخلطوا كتخلطوا مزيان. ومن بعد كنزيدوا البيضه، بيضه كامله واحده، وغادي نخلط جيدا حتى تجانس لي العناصر كامله، كيجي هشيش ومقرمش. فين راه فيه جوج، نسيت جوج معالق عامرين ديال النشا، نسيت ما قلتهاش لكم، هما اللي كيعطيوها داك التقرميشه. دابا ضفت خميره ساشي وحده ناقصه، ما ديروش الباكيه كامله، ديروا كنكتفيو فقط بمعلقه صغيره حيت ما بغيناهاش تجينا منفوخه بزاف باش كتبقى مقرمشه. والدقيق هنا عندي 5 الكيسان ديال العنبة، يعني 500 غرام مغربلة. غنبقى نضيف شوية بشوية حتى كنكمل الدقيق كامل، كندخله كله، راه كيجي هو هذاك اللعبه. كنضيفو القليل القليل فقط، وحنايا كنخلطو حتى كتجانس لينا، يتجمع لينا العجين. غنستمر حتى نكملو داك الدقيق كامل، اليوم وأنا كنزل هذا الفيديو، اليوم الوقفة تاع عرفة، الله يجعل يعني يجعلنا الله من العتقاء من النار وإياكم، والله ينولنا حجة في بيته الله الحرام ان شاء الله لكل كيتمناها. وعواشركم مبروكه، والله يدخل علينا وعليكم العيد بالصحه والسلامه يا رب. فاضل غدا بس والاثنين ان شاء الله العيد. شوفوا كنضيف شويه بشويه وانا كنخلط حتى كتجمع لي العجين كامل، ان الغرض بها انها تجي رطبه، ما نضيفوش على داك الدقيق اللي قلت لكم 5 الكؤوس، تجي رطبه هو هذا باش ما تجيكمش قاصحه. ها هي بدات كتجمع وانا كنضيف شويه بشويه.
مادام ها مازال كتلتصق لنا اليدين الا مازال كنزيدو في الطاطين. انا راه دخلت لي 5 ديال الكؤوس، انا راني دايره بزياده في البربله. المهم نتوما كتبقاو تضيفوا الدقيق حتى كتجمع لكم، راكم تعرفوا القوام ديال العجين. صافي دابا غادي نديرها في التبسيط، غنبقى نقور غادي واحد المرشم كيجي بحال راه كيتوفر في المحلات، راه معروف كيجي بحال شميشة ولا داك الحفيرة، راه كيتباع في المحلات. وداك الحفيرة مازال كنضغطو عليها بالأصبع ديالنا باش كنحفروها، باش من بعد غادي نعمروها بالشوكولا. صافي كنبقى نغطسو طابع في الدقيق باش ما كيلتصقش لينا، وصافي كنفرق نفرشوا الورق باش كتساعدنا وكتجي طايبه مزيان من تحت كما شفتوا. ما تكبروش بزاف لان راه فيها شويه ديال الخميره، غادي توسع شويه غادي تحل. كنديروها على 170 درجه طيب وكنحمروها في وجهها. ودابا ذوبت الشوكولا الاسود كالا في حمام مريم، وكنعمر داك الحفيره كنزينها بداك الحبيبات ديال السكر ولا بورق الذهب كما شفتوا، يعني لكم الاختيار ولا تخليوها هكاك ولا بشويه ديال اللوز كونكاسي في قلب من داك الحفيره ولا كتعطيها جماليه. ونتمنى ان شاء الله البسكويت يعجبكم، راه كيجي صدقوني كيجي مقرمش يعني ولذيذ، ومع الفلان ديال الكراميل كيعطيه داك النكهه زوينه. ونتمنى ان شاء الله تجربوه وتشاركوه مع وليداتكم في العيد كما كتشوفوا. ونتمنى ان شاء الله ما تنسانيش باللايك والبارطاج وتفعلوا الجرس. وهادو بعض الصور ديال التحضيرات ديال البسكوي، راه كيجي رائع يعني نتمنى تجربوه وما غاديش تندموا عليه. وبالصحه والراحه، والى فيديو اخر بحول الله، ودمتم سالمين ان شاء الله. نتلاقوا في فيديو اخر بحول الله.